مساء الخير بيكم واهلا بكل الناس المتابعه في الجول. يوم جديد ونهايه الجوله الخامسه من مباريات دوري ابطال اوروبا. اليوم الثاني من الجوله الخامسه، انتصار كبير لبرشلونه، تعثر لليفربول ومحمد صلاح، تاهل ممكن يبقى في الجوله الاخيره، مشاكل كتير، نتائج مثيره، انتر بيفوز في الدقائق الاخيره على سلافيا براغ بصعوبه. فهنتكلم عن كل ده ونقرا كومنتاتكم، قولوا لنا توقعاتكم كمان، مين يتاهل، مين من اللي تاهل دور 16 ممكن يكمل بمستواه الحالي ومين يخرج. انا معاكم رامي جمال ومعاكم نادر عيد. ازيك يا نادر؟ ازيك يا رامي، عامل ايه؟ الحمد لله. شفت الماتشات ازاي يا نادر؟ خلينا نبدا بليفربول كده، يعني بما انك بصيت عليه واحنا قاعدين بنشتغل. ليفربول اتعثر تاني قدام نابولي، وليفربول ده مش ليفربول الدوري، يعني ليفربول الدوري بيكسب، بيعرف يحسم، بيرجع اكتر فريق السنه دي في الدوري بيرجع من التاخر. السنه دي المره دي قدام نابولي رجع بس ما عرفش يكمل الفوز. انا برجع حاجه زي دي لسببين. السبب الاول ان ليفربول عنده مشاكل دفاعيه. ليفربول ما خرجش في ماتش بكلين شيت من شهرين، من ساعه ماتش شيفيلد يونايتد لما كان كسب 1-0 بره ملعبه. الحاجه الثانيه، ليفربول بيستنفذ طاقته في ماتشات الدوري. النهارده الفريق كان بطيء قوي، واضح ان هو متاثر بدنيا شويه. صلاح راجع من اصابه، صلاح النهارده برده مستواه مش اللي متعودينه من صلاح. ما صنعش فرص كتير، يمكن حتى الجول شهر تقريبا كمان لصلاح. يمكن حتى الجول جه من ركله ركنيه من لوفرين. خلينا نقول للناس جدول ليفربول 10 نقط في الصداره يا نادر، زي ما انت قلت فعلا. نابولي 9 نقط، سالزبورج 7 نقط، والتاهل بيكون بالمواجهات المباشره. فسالزبورج خسر من ليفربول في انفيلد في انجلترا 4-3، ده يعني ان 1-0 لسالزبورج في الماتش الجاي مع فوز نابولي المتوقع طبعا على جينك الضعيف صاحب النقطه الوحيده يعني. فده يعني ان ليفربول ممكن نلاقيه بيخرج تماما من دوري الابطال، حامل اللقب بيروح للدوري الاوروبي. فده هتبقى اعتقد طبعا دي هتبقى كبرى مفاجآت الموسم، كارثه طبعا بكل المقاييس، الامر غير مقبول اطلاقا. حتى لو ليفربول يعني ممتاز في الدوري ومتصدر وبفرق مريح جدا وكسب كل ماتشاته لغايه دلوقتي ما عدا مانشستر يونايتد الماتش اللي كان خلص تعادل يعني، بس امر مش مقبول خالص ان ليفربول صاحب التاريخ الكبير حامل اللقب يخرج من مجموعه زي دي، خصوصا كمان ان نابولي في الدوري متعثر تعثر غير طبيعي. يعني نابولي في اخر 6 ماتشات ما كسبش، فكون ان هو يخرج النهارده بتعادل من انفيلد فده انجاز يعتبر لنابولي، ونتيجه سيئه جدا وسلبيه خطيره بالنسبه لليفربول. يعني في مشكله في انه الناس ليفربول من كتر ما هو مهووس بالدوري ولقب الدوري اللي من اكتر من 30 سنه تقريبا، هو مش عايز السنه دي حاجه من دوري الابطال. يعني هو فعلا انا اتفرجت على كل الماتشات ليفربول في تشامبيونز ليج، مش ده ليفربول بتاع الدوري تماما. حتى ماتش سالزبورج والكامباك قدام سالزبورج ورايحه جاي، لكن برده مش ده نفس ليفربول. ممكن فعلا يكون الهوس بتاع الدوري مأثر عليهم. هو مش فكره هوس، هي فكره بقول لك المجهود اللي بيبذلوه في الدوري. عد السنه دي كام ماتش ليفربول فيه قدر ان هو يرجع من النتيجه، كان متاخر في النتيجه ورجع. يعني 5-6 استون فيلا مثلا، عندك في ماتشات مين تاني؟ مانشستر برده لما رجع مثلا، مانشستر يونايتد بس كان متعادل. في ماتشات تانية مثلا ليستر، لما ليستر متعادل بعدين هم جابوا جون في اخر ثانيه ليفربول. فالفوز كمان في الدوري ما بيحصلش بسهوله، فده بيكلف الفريق يعني مجهود بدني وذهني كبير جدا عشان يقدر ان هو ينفذ نفس الكلام ده او يلعب بنفس الاسلوب ويبذل نفس المجهود في دوري ابطال اوروبا، بيبقى امر صعب جدا يعني. العكس بقى نابولي، نابولي الدنيا بايظه معاه في الدوري خالص، مركز في الشامبيونز ليج، عنده فرصه انه يوصل في الشامبيونز ليج بعيدا، يتاهل للدور الثاني، ممكن القرعه تجي له كويسه فيلعب فريق في المتناول. فنزل النهارده حجم ليفربول، عمل ماتش كويس جدا، استغل الحاله البدنيه المتراجعه شويه للعيبه ليفربول نتيجه تاثرهم بالدوري. يمكن ليفربول نوعا ما النهارده يعني ركز على اللعيب الافضل ليه في الفتره الاخيره اللي هو ساديو ماني اكتر. الفرص كانت عن طريق الجبهه اليسرى، عن طريق ساديو ماني اكتر من كره عرضيه اتلعبت من الجبهه دي، لكن برضو مش العدد او المعدل بتاع الفرص اللي بنشوفه لليفربول في الدوري. لا، النهارده ما وصلش لمرمى نابولي كتير، ما ضيعش فرص حقيقيه. اقدر اقول لك النهارده ان هو كان مستحق او استحق الفوز لكنه خرج بتعادل، لكن لا يعني النهارده لو هقول النتيجه دي نتيجه عادله بين الفريقين يعني، والسبب فيها هو الاداء اللي متراجع ليفربول عن ماتشاته في الدوري. تمام، خلينا بس نقرا الكومنتات من امبارح. نادر، كل الناس تسالنا عن مساله بلاي ستيشن والتوقعات، كل الناس تقول ان توقعات صح، ده حقيقي ماشي، في كتير توقع صح، لكن هيكون في سحب في لايف تاني زي ما قلنا امبارح وبنكررها تاني النهارده. بنعلن الاول على الفيسبوك وتويتر وفي كل البيجات بتاعت في الجول الرسميه على ميعاد اللايف اللي فيه السحب، وبنعمل السحب لايف وبيكون كل حاجه لايف فهنعلن عنه، لكن ده بيكون لايف خاص بمناقشه ماتشات دوري ابطال اوروبا. خلينا نرجع تاني نتكلم ونشوف بقى الكومنتات اللي على الماتشات. يوسف عبد الله بيقول نابولي كان بيلعب باسلوب رخم قوي،
عمر عاصم بيقول لي عمال تبص على الكومنتات اكيد شايف البلاي ستيشن مطلب جماهيري. والله يا عمر اديني رديت عليك اهو. ف لسه ناس تانية كل الناس فكر. احمد المدبولي بيقول فكره وجود صلاح كمهاجم صريح هل ده الصح؟ لا لا، لان صلاح دايما خطورته انه بيلعب على الطرف، يعني بيحب يكون متواجد بره الصندوق مش كمهاجم صريح. يعني وجوده كمهاجم صريح امر بيحجم اداؤه نوعا ما، الا في حاله واحده بس، ان ليفربول مثلا بيستقبل اللعب وبيحاول يلعب على الكره مرتده، ساعتها بيفرق الموضوع مع صلاح يعني. لكن دايما في الهجوم صلاح بيحب ياخد الكره من بره بعدين يحاول ان هو مثلا يعمل 1 2 او يرقص ويخش لجوه 18. هي دي ده الاداء او ده اللي بيحب دايما صلاح، او الطريقه المريحه لاداء صلاح واللي بيجيد فيها مستخدما مهارته وقدراته. هي يعني فكره ان هو بيخترق من الجناح بيجي مساحه للجري كمان ويستخدم يعني سرعته. لكن فكره انت تستلم تحت ضغط وتسلم وتستلم لزمايلك وتصنع الفرص، دي اللي بيجيد في المكان ده اكتر منه فيرمينو، فهو عشان كده بيلعب بالطريقه دي يعني. ففكره ان انت تبدل مكان بين صلاح وبين فيرمينو اعتقد انها غير مجديه. تمام، خلينا بقى نروح للمجموعه اللي بعد كده. برشلونه بيكسب دورتموند 3-1 في يوم ليله ميسي اللي تقريبا جسد ما بيرحمش عادي هو شغال يعني. انتر بيرجع قدام سلافيا براغ من تعادل 1-1 وبيكسب 3-1 في ماتش صعب جدا بره ايطاليا وفي ملعب براغ، صعب بالزبط جدا انك تكسب هناك. موقف مجموعه دلوقتي برشلونه تاهل وضمن الصداره 11 نقطه، انتر وبروسيا دورتموند 7 نقط لكل واحد، بعدين سلافيا براغ نقطتين وودع البطوله اوروبا كلها. انتر الماتش الجاي هيستضيف برشلونه في جوزيبي مياتزا، مباراه مرتقبه جدا، مباراه مرتقبه جدا. ودورتموند هيلعب سلافيا براغ في المانيا. تمام، انت المواجهات المباشره لصالح انتر لغايه دلوقتي، فدورتموند محتاج يكسب وينتظر هدايه من برشلونه. توقعاتك ايه بقى يعني النهارده؟ خلينا بس قبل ما اسالك كمان عن التوقع اسالك كمان عن برشلونه النهارده، وانا كمان اللي شفت برشلونه اكتر. نعم، ميسي ايه بقى؟ ميسي دفاع دورتموند سيء جدا يعني. الفريق قبل ماتش النهارده كان مستقبل حوالي 22 جول لغايه دلوقتي في الموسم، واحنا بنلعب في اخر البطولات. في اخر نوفمبر يعني، في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا. دفاع دورتموند وحش جدا، المباراه من اولها مباراه من جانب واحد. برشلونه بيوصل بسهوله جدا لمرمى دورتموند، ولما يكون عندك فريق فيه ميسي وفيه سواريز وفيه التفاهم الشديد جدا ما بينهم والاثنين مركزين جدا وفايقين النهارده وعندهم مساحات واسعه جدا يعملوا فيها اللي هم عايزينه، فده كانت نتيجه واضحه جدا او نتيجه طبيعيه جدا انه يحصل النهارده يخش في دورتموند 3 اهداف. وان ما كانش موضوع اهداف وما كانش في اهداف اكتر يعني، برشلونه كان ممكن يزود النتيجه كمان 4 أو 5 يعني. انا ازيد عليك كمان في سؤال اهداف يا نادر، انه الجول الاولاني لسواريز اللي اتلغى كان ثرو من ميسي بينام من ميسي قدام منطقه الجزاء، سواريز دخل بعدها الجول اتلغى بعدها ما فيش اقل من 10 دقائق. الجول كان تقريبا كوبي بيست كده بالظبط، نفس التمريره بعدها باربع دقائق جول العكس لما سواريز هو اللي عمل البينيه لميسي نفس الموضوع. نعم، الجول الثالث حتى لما جريزمان نزل مكان ديمبلي اعتقد ده كان احسن لبرشلونه، ديمبلي مش مفيد، ما اعرفش ممكن الناس تشوف رايي غلط بس انا بحس ان هو بيعطل برشلونه اكتر. وجود جريزمان رغم ان هو لسه مش متاقلم بس بحسه احسن لبرشلونه. ميسي كالعاده بيستلم الكره باريحيه تماما قدام منطقه الجزاء، يعني الثلاث غلطات الدفاعيه لدورتموند بالظبط متشابهين جدا يعني، سذاجه دفاعيه لا متناهيه. هي عامه المباراه على الورق في فرق فني كبير جدا بين الناديين، وهزيمه دورتموند كانت متوقعه يعني، ممكن يكون ما توقعش الاداء الهزيل قوي ده من دورتموند النهارده، لكن الهزيمه كانت متوقعه يعني، خصوصا هو بيلعب مع برشلونه في كامب نو. ميسي فايق قوي في البطوله، ماتش رقم 700 وكان على موعد مع الابداع النهارده. هي الفكره كلها ان الانتصار ده مع انتصار انتر في براغ، خلينا بقى ننتظر ماتش حلو قوي هيكون في ملعب جوزيبي مياتزا كمان اسبوعين، اللي هو ماتش انتر برشلونه بيرجعنا بقى للماتش اللي حصل ما بينهم من 9 سنين في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، مورينيو وجوارديولا. الماتش هيبقى صعب جدا 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 على انتر. برشلونه هيبقى بيلعب ممكن يكون يعني مريح باعتبار ان هو ضمن الصداره خلاص، فممكن حتى يريح لعبته بشكل كبير. الناحيه الثانيه دورتموند يعني اعتقد هو ضامن الفوز على سلافيا براغ يعني، مش هيبقى الموضوع بالنسبه له فيه صعوبه. هي الفكره كلها بقى ان انتر ازاي هيقدر ان هو يحل مشكله ميسي وسواريز في الماتش اللي هيتلعب في جوزيبي مياتزا لو لعبوا. بس انا اعتقد ان في الماتشات اللي زي دي في الشامبيونز ليج برضو بتلعب مع انتر، ما بتجذبش انك تلعب او تعمل تغييرات كبيره قوي في التشكيل الاساسي يعني، ممكن يريح بعض العناصر اللي عندها مثلا اجهاد او مشاكل او بتاع، لكن برضو انت بتلعب انتر في جوزيبي مياتزا وما ينفعش ان انت كبرشلونه تخرج بهزيمه، ما ينفعش. فاعتقد ان انت لازم تلعب بالقوام الاساسي يعني.
فاعتقد ان بنسبه كبيره هيلعب بالاساسيين، هيلعب بميسي وهيلعب بسواريز، فهي مباراه مرتقبه، لان اكيد برشلونه مش هيبقى فارقه معاه، مش فكره هيبقى فارقه معاه ان انتر يكسب، لا لازم يقدم مباراه، ومباراه قويه جدا، ويثبت برده بالظبط وعشان برده كمان يدي انذار كمان لبقيه الانديه في البطوله ان احنا برده جاهزين جدا للمنافسه على اللقب السنه دي. تمام، خلينا ناخد كومنتات نادر. في احمد مدبولي برده بيقول لك ايه رايك في انانيه ساديو ماني؟ شايف ماني كان اناني النهارده؟ انانيه ساديو ماني لا، مش انا ما بشوفش ان ساديو ماني لا، هو زي ما قال كلوب قبل كده، هو في بعض المواقف احيانا متطلب المهاجم ان هو يحاول ان هو يتصرف باسلوبه هو، يعني ممكن يكون التسديد او هو شايف في اللحظه دي ان التسديد مثلا او محاوله المراوغه افضل من ان انا مرر للزميل يعني. وساديو ماني عنده ثقه في نفسه وفي بعض المباريات احيانا اللعيبه بيشوف ان هو محتاج ان مهارته الفرديه تتغلب على الموقف، تتغلب على صعوبه المباراه، او تتغلب على التكتل الدفاعي الموجود عند الفريق الثاني. فالنهارده شفنا ان ليفربول جماعيا في الاداء الهجومي ما كانش بالمستوى اللي ظهر فيه في ماتشات الدوري، فاحيانا ساديو ماني كان بيشوف ان هو ممكن احاول بمجهود فردي ان انا احل المشكله الموجوده دي بالظبط يعني. تمام، احمد النمساني بيقول مستوى ليفربول ما كانش حلو النهارده خالص، ده بيتفق معاك طبعا. نعم بالظبط. ماجد فوزي بيسالك هل انتر يقدر يفوز على برشلونه؟ يقدر. طب عشان بعد ماتش كامب نو وان هم كانوا كسبانين واتعمل كامباك لبرشلونه؟ لا بعد، حتى في يعني حتى لو خسروا في كامب نو قدام برشلونه، وده برده بتلعب في كامب نو. ليفربول السنه دي ليفربول الموسم اللي فات خسر كام في كامب نو؟ 3-0 وكان اقوى من انتر بكتير. انتر في جوزيبي مياتسا بيتحول يعني من 9 سنين كان في فرق فني كبير بين الناديين، لكن عشان انتر قدر ان هو ياخد ادفانتج كبيره او اسبقيه كبيره انه يكسب في ملعبه، راح بعد كده وصعب الماتش عليهم في كامب نو، رغم ان هو كان بيلعب 10 لعيبه بس قدر ان هو يعدي للفاينل. فانتر في ملعبه صعب وشرس جدا جدا جدا، يقدر يكسب. عشان كده انت لو سالتني على الماتش دلوقتي ممكن اقول 50% 50%. طب يعني بما انك يعني متابع شويه للدوري الايطالي اكتر مني حاجه يعني، ايه رايك في ثنائيه لوتارو مارتينيز ولوكاكو؟ ممتازه جدا، بيكملوا بعض كويس جدا جدا في الملعب، لان لوتارو متحرك، لوكاكو ساعات بيشتغل كمحطه كمهاجم مثلا، مستغل قوته البدنيه. بص عامه هو انا بشوف ان شخصيه كونتي اثرت كتير جدا جدا جدا، عشان كده حتى لما بيسالوني دلوقتي على مورينيو وتوتنهام، انا متاكد ان توتنهام هيتحسن مع مورينيو عن بوكيتينو، ان شخصيه المدرب بتفرق في شخصيه الفريق. لما بتلعب بشراسه اكتر، بحده اكتر، بيبقى عندك تحس ان المدرب مش هيقبل منك غير الانتصار، بتفرق جدا في اداء اللعيبه واداء الفريق. تمام، محمد صلاح سام بيقول دايما ميسي هو المنقذ لبرشلونه في اي مباراه. محمد احمد بيقول اشكر في الجوله على التغطيه الجميله والله، شكرا يا محمد. وبعدين بيقول انا كنت حاسس ان ليفربول نازل واثق من نفسه بزياده النهارده، وده اثر على الاداء الباهي، تفتكر ممكن؟ ممكن نوعا ما، بس انا زي ما بقول لك هو متاثر بالاداء العنيف والقوي المتتابع في ماتشات الدوري. يعني انت لو تشوف كل ماتشات الدوري تقريبا ليفربول كسب فرق جول، ماتشات قليله كسب فرق جونين، يعني حتى ماتش اللي فات كريستال بالاس، وكريستال بالاس كسب 2-1 بس، وكريستال بالاس كان هيتعادل في اخر ثانيه لولا ان زها شاط الكره فوق العارضه بس. فبقول لك ماتشات الدوري بتستنفذ طاقه شديده وكبيره جدا من ليفربول، فعشان كده النهارده انا شفت ان الاداء البدني كان فيه مشكله، مش ده ليفربول اللي بشوفه في الدوري، بيلعب بتيمبو عالي جدا ورتم عالي جدا وسريع وفرص كتيره وتحركات بدون كوره كتيره، ما كانش ليفربول النهارده اللي شفناه في الدوري يعني. تمام، خلينا نرجع في نقرا كمان نتائج المجموعات. المجموعه السبعه لايبزيج 10 نقط، زينت 7 نقط، ليون 7 نقط، بنفيكا 4 نقط. مشتعله يعني في غفله من الجميع كده. بالظبط، المجموعه دي ممكن اي حد يتاهل في بالزبط. في المجموعه بالظبط، المجموعه مشتعله، والنتيجتين النهارده يمكن بنفيكا كمان كان كسبان لغايه الدقيقه 96 قبل ما فورسبورج يتعادل للايبزيج وتبقى النتيجه 2-2. بنفيكا لو كان كسب النهارده كمان كده المجموعه هتشتعل اكتر واكتر. بالزبط. بس كده بقى يعني كل فريق عنده الفرصه ان هو كسب فقط يتأهل الدور الثاني، لكن بنفيكا حتى لو كسب الماتش الجاي هيحتاج برضه هديه من الماتش الثاني. تمام، المجموعه الاخيره اياكس وفالنسيا وتشيلسي وليل. اياكس 10 نقط، وانا مش شايف اياكس مفاجاه، لكن هسالك انت رايك مفاجاه ولا لا. فالنسيا 8 نقط، تشيلسي 8 نقط، وليل نقطه وودع، وبرضه ده صراع مشتعل جدا. بالظبط، اياكس مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ لا طبعا مش مفاجاه اكيد يعني. طب بعد ما يمشي ديونج وبعد ما يمشي ديليخت، يعني اثنين الاعمال الاساسيه بتوع السنه اللي فاتت، برضه مش مفاجاه. وخد بالك كمان ان هو القرعه خدمته شويه، انه وقع مع فرق ممكن تكون ايه في نفس مستواه، او هو يتفوق عليها فنيا. بالظبط، وفالنسيا يعني هو لو كان وقع مثلا مع ريال مدريد مع برشلونه او كده كنت ممكن اقول لك الموضوع صعب شويه يعني، لكن اياكس مش مفاجاه بالنسبه لي في مجموعه زي دي. وخد بالك كمان ان هو النهارده استفاد من تعادل فالنسيا وتشيلسي، لو كان حد فيهم كسب كان هيبقى في نفس نقط اياكس،
خسارة المجموعة. ماتش كان حلو قوي النهارده في مستايا، ماتش رهيب 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 النهارده. اياكس استفاد ان الفريقين اتعادلوا، والماتش الجاي هيلعب في ارضه، هو هيلعب فالنسيا في ارضه في هولندا. بالظبط. طب توقعك تشيلسي هيتاهل من المجموعه دي؟ انا اتوقع طبعا تشيلسي هيكسب ليل فيوصل 11 نقطه. الماتش الاخراني فالنسيا صعب قوي يكسب اياكس في هولندا، فانا اعتقد ان تشيلسي برضو فرصته اكبر ان يوصل، لانه الماتش الاخراني هيلعب مع ليل، فريق المتزايل مجموعه اضعف فريق في المجموعه، وهيلعبوا في ستانفورد بريدج، فاعتقد ان تشيلسي هيبقى عنده فرصه كبيره جدا ان يوصل. فانا اعتقد يعني ارشح ان اياكس هيوصل اول وتشيلسي هيوصل ثاني. تمام، خلينا نقرا الكومنتات اخر مره بقى قبل ما نختم مع الناس. احمد برضو بيسالك، طيب هل ليفربول قادر على تحقيق الثنائيه رغم المستوى ده؟ لا. هياخد حاجه من الاثنين ولا من الاثنين؟ انا اعتقد ان هم هيركزوا في الدوري جدا، لان هم عندهم فرصه لا تعوض. جوارديولا نفسه كان من في المؤتمر اعتقد من يومين شفنا وصلت الضحك بينه وبين كلوب، يعني بيقول ان احنا هنبدل المراكز السنه دي. اعتقد ان ممكن سيتي يعملها وياخد دوري الابطال ناحيه ثانيه ليفربول. ممكن جدا، لان سيتي ممكن يوصل في مرحله من الموسم يحس ان الدوري بقى صعب جدا فيركز اكتر في تشامبيونز ليج. بس تشامبيونز ليج مشكلتها ان انت بتبقى عايز الحظ شويه معاك. اللي ماتشاتنا من السنه اللي فاتت كل حاجه راحت في بالظبط. لا غير كمان الحظ في ماتشات، الحظ في الفرق اللي بتلعبك، القرعه، القرعه ممكن تجيب، ممكن تجيب مانشستر سيتي برشلونه، الموضوع صعب. ممكن تجيب له بايرن مثلا، ممكن اقول لك مانشستر سيتي اقوى من بايرن دلوقتي، ممكن تجيب له مثلا اتلتيكو مثلا، يوفنتوس مثلا، لو فهي فهي القرعه بتفرق جدا في الشامبيونز ليج يعني. فهو لو حس في مرحله ما ان الدوري راح منه، وجوارديولا حتى في كلامه الاخير لما كان بيقول ان ليفربول لا يوقف، تحس في كلامه ان في شويه استسلام، حس ان الموضوع صعب شويه. بالظبط. الناحيه الثانيه برضو كلوب، انت عندك فرصه ذهبيه فالتشامبيونز ليج انت خدتها السنه اللي فاتت، لو خرجت منها الموسم ده ماشي، لكن انت هترجع هتاخد دوري بقاله 30 سنه مش موجود مع الفريق يعني. فا بالظبط. فالثنائيه ليفربول او مانشستر سيتي مستحيل، انا في وجهه نظري يعني.